بستناكي تصوريلي تبعدي وتضحكيني تهمسي وتقوليلي احنا اصلا مش لبعض بعد ايام سودة تحميني كلك بتوحشيني فاكرة اني هبل برجوعك عشان شايفة حبي طاق بستناكي تسيبيني تبعدي وتضحكيلي تهمسي وتقوليلي بعد ايام سودة تحميني كلك بتوحشيني فاكرة اني هبل برجوعك اغلب الناس دي عايزة ضايع وقتها حطهم على الويل العقل في الراس الصحاب في الظهر والبلوس في الجيس على المستوى تلاقي فينا مسانة اوريجنال بس في النسخ تلاقي فيه بالهبل شايل حد الشيلة ما يبقاش قدها قبله بنت اختلف مش الكلام وداها فكرة مش في العدد اخبك واحد بعد الدنيا دي خلصانة ومش هتعيش للابد كل ما اخد فرصة تانية احتاج لوحدها وارجع اسأل دماغي كانت فين وقتها انا ماني دانس جنب الزق فاهم كل الناس بشغل مطبوقي كنت اقسمها بدم مية وباشا كله باس شاشة حاجة غير الكواليس احنا كلها اصبحت كوابيس حياة مدرسة كله عايز ناسها بس ليه مدوناش ده في الكراريس خد الفلوس معانا ده بديل هتلفك وابقى اشيل التكاليف طب فيهم حد حقيقي لا مفيش طب قبله تيجي فيوتشر لا مجيش شكل اللي بتشربه ناس كلكم جون بس يا فرحتي بيك وانت نجم حكاك تعضي ايدي اللي نقاك فرصة تانية احتاج فرصة تانية شاب تاني بزحمة الشباب التاني فلوس بتجدد بس خارج الفصول فيت بإمكانيات لو ما في الوصول قالولي احذر العين انهم يكيدون هيت خلاص في النوم لقيتني في النيم ويزلني شي كيف اكسر البروتوكول وقلم المايكروفون بيجي فيها قولي